وهنا طبعا احنا على شط كليوباترا المفتوح، ما ينفعش طبعا نيجي مرسى مطروح وما نجيش شط كليوباترا. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. احنا عارفة ان الصوت مضايقك صوت البحر، بس ده صوت البحر ده. الله 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 على نقية المية، المية نقية بطريقة رهيبة. بصي صوري القاع، صوري القاع. بصي ده بيزحلق، خلته. لا اللي هيقع هنا هيتعور يا جدعان. شايفين الميه؟ اللي هيقع يتعور. الله الله على الجمال. لا لا اوعى تلاقي الشبشب ده، الارض زحلقت. الله بصوا بقى غروب الشمس. ما تسيبيش تبلي ايه؟ الله طلع على الرمله دي رمليه يا حبيبي، صخره اهو الرمل والزحلقه. الله شايفين؟ ده الناس بتيجي بقى تقعد فيه، كله موجة بقى وجميل. بص الموجة، بص الموجة. الله جميلة جميلة جميلة. مية يا ابني، كنت لبست المايو، اقسم بالله يا ابني كنت لبست المايو. بصوا بقى لحد الشط لما بتيجي الموجه كده، ده غويط، مفيش حد بيحط ايده، مش رملي، حد بيحط رجله ولا ايه؟ اجيب المايوهات ونقعد هنا في الحته دي؟ لا 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 لا. بصوا بصوا الناس على بتاع هنا. شايفين الجمال؟ يلا يا سمير خدنا صور يا سمير. الله الله الله، الميه جميله. الله لا الشبشب ياخد الميه ويمشي. الله على الجمال، المايه اللي تاخد الذهب. الله على الحلاوه. عايزين نقعد هنا على الشط، نجيب المايات ونقعد. الله نجيب المايات ونقعد على الشط هنا. ايه نجيب المايات ونقعد هنا؟ ما عشان احنا ماشيين بقى رايحين نجيب حاجات. ويا سيد، هو بكره ان شاء الله نيجي نقضي اليوم هنا. ويا سيد الله، صوت جمال يا جماعه. احنا دلوقتي بقى في السوق اهو، واحنا اسمه سوق ايه يا احمد؟ سوق ليبيا. ليبيا احنا كنا هنا من شويه، كنا هنا الصبح، بس صورت لكم الصبح بهبل، بصور لكم بالليل. الصبح كده البناطيل ضيقه. تعالى بص نخش الشارع ده، هو ده سوق ليبيا. انا هقول لك ده سوق ليبيا. طب يلا استنى بقول لك ايه، تعالى انت كده عشان انا ايه اعرف اللي انت بتقوله. بس استنى الراجل هيشرني. خلينا حاطين دي كده زي العرس خالص. الفاكهه ما بص على ايه؟ كم؟ جايبها من شبرا ب60. ما هنا لازم تبقى غالية على فكرة. والله اللي عنده الشاي الزرد اقول لك ازاي بيتكلم. هتجيب منه؟ عايز اجيب منه كده كده نيجي تاني من النهار، ما بحبش الزحمة دي. اه زحمة قوي. بس عايز اجيب شنطة. طب تعالى بص معانا حاجة ضرورية. شنطة فاكهة أي حاجة من دي. جميلة. نعناع. طب شوفي ريحته حلوة. بيشكروا فيه قالوا لي عليه. بكام؟ عالي. بص بكام بقى النعناع؟ بص ده تمن ب15 والتين ب25 وده ب5 جنيه. في عبوه صغيره باتنين. لا مش عايزين صغير. عايزين ملوخيه، عايزين ملوخيه. الملوخيه بتاعت ايه بقى؟ ملوخيه صعيدي. صعيدي اكيد؟ مكتوب عليها سيوه. لا الفرشي بس. ده الاتنين ب25. فكره الاسعار؟ بتاخد ايه؟ تمام. ده سمعه الميزان. هاخد 3 دقيقة، انا حطيت هنا. لا انت قلت الاثنين بكام؟ 25. هات اثنين كمان. لا هات الفاضي ده. هو هم كلهم موجودين.
ديت بابي والنعناع دوت يا جماعه بجد ريحته تحفه تحفه. النعناع دي ملوخيه احنا نمسك كده يا احمد استنى لا بتقلب ادي له حق النعناع هاي ترى صواريخ انا طيب يلا عرفت لا دي يعملوا بشاي انا يعملوا بشاي انا دي ربنا يخليه حط يا احمد ليه زحمة قوي ما تعرفش تبقى زحمة كده هو بتاع 10 ولا 15 واحد بلا سيوم بال الشنط ايه؟ لا عشان انا عايزه شنط بتشبع علينا بتشبع علينا لا بنبقى ايه خلينا انا معرفوش ومطروح يا جماعه قول الكلب الراجل بتاع الشرطة بيشبع علينا خلينا معرفوش ومطروح طب اعمل ايه؟ بختار شنطة بس مش لاقي شنطة عجباني بص هلف لفة لو كده هرجع اخد منك دي ماشي؟ احمد وفريق يوميات احمد وفريق الراجل ده كده عادي شكرا بص بره كده لا ديت رجال يعني الرجال حاجة عادي لقيت شنط مفيش نظارات يلا شبع عامله ايه جميله شوف احمد ازاي حضرتك نورتوه ها لو عايز مش هنا ايه لو سامي بقى بدور عليها فين يا احمد تعالى نشوف توك عند سلمى وريني يا ستي انت لو سمحت وريني لو سمحت التوك دي بقول لك ايه انا هقول لك ايه وريني التوك الاساتيك دي يا كابتن وريني التوك الاساتيك وريني الاساتيك دي انت سرحان ما في لا والله بنصور بس هو كده بيكتب لي على اسم التوابل اللي انا جبتها بنزبيل كركم مش عارفه ايه دقه دي ايه دي ايه ايه الدقه دي بدي بقول لك بتحط على ال اكتب زعتر حط على ايه؟ على الملح يعني؟ مش عارف بتحط على الجبن والحاجات دي هو ايه دي؟ زعتر اكتب بخط حلو بالله عشان اعرف اقراه وده ايه؟ ده محشي ده زعتر ودي كزبره اكتب لك على كزبره لا خلاص عارفه الكزبره والفلفل خلاص ايه ده؟ انا عارفه لحد هنا بقى مش مشكله احسب بقى كده تاني انا تاني غيره؟ جبت كزبره وجبت فلفل زبيب كمون كده عادي ما عندوش لا ما عندوش كله فيه يا طوب انا مش هاخد فيه هي بتدور على حاجه ما يبقاش فيها حتى سنه التراب او اشياء بصراحه فاللي موجود لو هي بتدور على الاصل 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 ما فيهوش النقطه
دي طباق بتاعت الكبسه يا جماعه ب 40 جنيه بقول ب 40 جنيه شكلها جميل على فكره جدا. بس انا عهود زي ما انتم عارفين جابالي من السعوديه، جابالي توابل خلي انا خالص السعوديه خلاص والله، بس جميله والطوابل حته حلوه قوي 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 فوق ما تتخيل. 150 صح؟ 5 جنيه حاجه؟ توابل فرحه. خلاص يا عم 5 جنيه واداني التوابل كتير واداني حاجات دي والله توابل ميكس كده على بعض هديه. يلا عشان الصياح. لا والله خلاص خلاص. في ايه عندك زكاه الزهره؟ لا والله يا امي قال لي السعودي 300. عنده الزيتون، الزيتون طعمه تحفه. كده السعودي 300 ورده. يلا ماشي يا برنس. انا عايز اجيب شنطه المره اللي فاتت. هنخش له بقى. ما لا مش هجيب من عندي ده، ما عندوش. قول المحل اسمه ايه؟ محل جميل تحفه بجد. شيخ العطارين اهو. شيخ العطارين بص كابتن مين؟ على عجابة الإعادة. إعادة عايزة شنطة. تعالى نجيب لي ياسين نايف جاكيت عشان بيعاني. الثاني ما بس يحمل انها خيطت الكليبس بتاعك. نسأل على كليبس. ده بجد امان كبير يعني. النهارده العيد ده اسمه سوق يا احمد. ليبيا. سوق ليبيا يا جماعه. سوق ليبيا مصر مطروح. فاضل لايف جاكيت اللي اسأل على لايف جاكيت. طيب اللي هو البنات مش لازم يبقى متعلق. اسأل يا احمد عليه. عنده كلها في جاكيت اللي هو البنات بص اللي وراك اللي مش شاطر الحاجات دي. لا محمد جبر الصورة الجديدة. ايه عادي؟ الصورة استنيك لما ترجع. استنينا؟ استنينا نرجع؟ الصورة بس جديدة. لا والله صغيرة. ليه كده؟ الدنيا رافعة بالسعر. دي حلوة وسهلة. اجيب مش اجيب فرشه من دي بس فرشه حلوه. اجيب منها قول لي المش البني اللي هناك ده كده. بكام ده؟ 15. لا لا مش عايزه ده. خد لك الثاني ب 45 جنيه. 20 جنيه. مش على 20 45 كل شويه اجيب واحده. واحده كبيره على بعض يا اثنين. مش الكبيره البقره بتاعتك الصغيره. ماشي هناخد واحده وخلاص. افتح لي دي كده اما تشوف. انا حبيبي. بص بقى لا ما عندنا. افتح لك ايه؟ امسك لي انت بس اصور ناحيه ثانيه. هي المرايه دي اللي منزلين بيها؟ 15. اسعاركم ده بالامانه بقى الحاجات هنا في مطروح الاسعار قريبه جدا جدا للقاهره ومش موضوع سياحه. الاسعار والناس بتبيع مقابله الناس حلوه. اعملي ستوب بقى. ايه؟ هي دي بنت. اعملي ستوب بقى عشان تصوري كده على البوست. ليه بتصور على الفاضي؟ صورني وانا بتكلم مع الناس والله كمان.
ده كل جيل البشر. هقول لك اللي انت عاوزه. نعم كل حاجه برفانات عندهم بره في مجموعه برفانات يا جماعه. الولد الصغير اللي زعلان ده زعلان ليه؟ خد زعلان ليه؟ ها؟ بس ما شاء الله عليك. احمد وفريال. ده بتصور كده يا معلم ولا ده بيصور؟ والله بصور. بصور. احنا بقى فطرنا فطار اللي هو كان طعميه وبيت شكشوكه وبطاطس وشوربه عدس وتاني وفول بالقدره وبيض مسلوق وجبن كده يعني. ده كان فطرنا. كان فطرنا النهارده. وهو ده احنا بقى قلنا ناكل ايه؟ حاجات من حلوه دي. دي بالقرفه طعمها جميل. بشرب معاها شاي. احنا فطرنا قلنا نشرب الشاي. عايز حاجه سكره؟ لا مش عايزه. سلم. ازيكم مستمتعين هنا؟ اه بس النوم احسن. نمنا كتير هنا. اهم حاجه النوم. عايز ايه؟ بص ما تبقاش توجع دماغنا على البسين. مش هننزل بسين الاول. خد لك كفايه حلوه يا سيدي. احط لك محشي؟ ما راح اسوي الناحيه الثانيه. اما جبت ما عامل الناس واقفين قدامي. اقول لك الدنيا زحمه قوي. خلاص يمكن الكاميرا بصور لك. لا تصور اللي بيعمل الاكل يعني. بصور اللي بيعمل الاكل يعني. صور عمك علي. عمك علي بيمشي. لا ما صورتش البتاع مش حلو. تعالى بقى جوه يا سيدي. يلا خلاص. قول اعمل انا بتسميني. ازيك عامل ايه؟ هو مفيش الشطه الحمراء. مش الشطه الحمراء اللي هي الناعمه دي. ولا فلفل احمر ولا فلفل اخضر غير. ده كان بقى اكلنا النهارده. ديت حمام كذاب وجلاش ومحشي. كان في محشي فلفل وكوسه ومكرونه بشاميل. وديت لحمه بالخضار بالبصل يعني والفلفل. قول لي يا سلوكه تعالى.